مساء الخير. هل تتجمد مطالب الناس وحقوقهم ريثما تتشكل الحكومة؟ وطالما يسود هذا المنطق، لماذا لا تتجمد المستحقات والرسوم ورواتب الوزراء والنواب العاطلين عن العمل؟ وإذا كان منطق الدولة يفترض عدم وجود الفراغ ومن أجل ذلك يتم تصريف الأعمال، فإن التشريع المطلوب من المجلس النيابي لا يجب أن ينتظر التشكيل الحكومي. وفي ظل غياب الحكومة فإن الهيئة العامة لمجلس النواب يجب أن تكون في حال انعقاد دائمة لبحث مطالب الناس والتحقيق في مطالبهم وحاجاتهم والتخفيف من أعبائهم. ويواكب برنامج الفساد جملة قضايا واستحقاقات معيشية داهمة، فقضية البنزين ما تزال تنذر بانفجار مشتعل طالما يتم تقاذف المسؤوليات فيها. الليلة تمثيل نقابي آخر يعبر عن مطالب السائقين، لننتقل إلى أزمة مستجدة وهي قضية أصحاب معارض السيارات الذين تقفل لهم حساباتهم المصرفية بحجة تبييض الأموال. فمن يدافع عن مصالح الشرفاء منهم؟ ولماذا يتعرضون لقرارات تشمل الجميع بدلا من محاسبة المشبوهين والمبيضين، وهم ليسوا فقط من تجار السيارات بل يعملون تحت ستار مهن متعددة ومنها أيضا القطاع المصرفي نفسه. وطبعا القضية الإنسانية المتفاعلة في سجن رومي لن تغيب عن البرنامج بكل تداعياتها ومستجداتها، وقد تسلمنا اليوم مئات ومئات التواقيع المطالبة بتفويضنا لنقل الصوت. جديد رومي حالات إغماء بعد استمرار في الإضراب عن الطعام. هم يطلبون العفو العام، فلماذا لا تكون مبادرة حسنة باتجاههم؟ وعدد كبير منهم من المظلومين فيمنحون ربع هذا العفو الموعود وتقر السنة السجنية بتسعة أشهر. ولماذا لا يدعي رئيس مجلس النواب نبيه بري الهيئة العامة للانعقاد في ظل حكومة تصريف أعمال؟ ألم يسبق للهيئة العامة أن انعقدت في ظروف مماثلة؟ نبدأ بأول قسم بالحلقة مع السيد وليد فرانسيس، نقيب أصحاب معارض السيارات. أهلا وسهلا فيك. دايما عندكم أزمات، وهلأ في أزمة مستجدة وهي أنه وكأنه حاطينكم على لائحة المشبوهين ولائحة تبييض الأموال وعم بيضايقوا عليكم، وبعض البنوك أقفلت حساباتكم المصرفية. ليش؟ يعني نحن بعد 35 سنة أنه شغل بلبنان من أيام الثمانينات التجار الشرعيين اللي مسجلين بالنقابة، وصلنا لوقت عدة مطبات قطعناها، جينا الأزمات كتير بالحرب وتكسرت معارضنا وتسكرت المرافق ورمت سياراتنا برا، كله تخطيني. طلعت لما بعد 15 سنة بسطت الدولة سلطتها على الأراضي اللبنانية، مزبوط انبسطنا انه اجت لتحمينا، بالعكس كان العكس كان تمام. طلعت عدة مشاريع قوانين مشحفة بحق هالقطاع، رجعتنا لورا، دفعتنا رسوم باهظة. أما القطاع الثاني لمستوردي السيارات الجديدة كتير سمحتهم بقصة الرسوم، سهلت لهم أعمالهم. خلينا نشوف هلا قصة التبييض. لحين أنه بسنة 2011 قصة الاتهام بالتبييض. نعم، لو وصلنا لسنة 2011 عطونا شهادات، كرمونا، عملوا لنا برومو انه نحن كليتنا منبيض اموال. ليش؟ يعني كيف يعني بصير؟ هل في حالات معينه ضبطوها حسابوها حكموها؟ ليش؟ اذا بتتذكري ست غدا من سن باوائل 2010 ببرنامج الفساد من هون حكينا ونشدنا الدوله انه يا جماعه في كثير ناس عم يجيبوا مصاري من الخارج، هن منهم تجار سيارات، هودي عم ينقلوا مصاري بحجه انهم مستوردي سيارات. لما هن بيوصلوها عبور بيروت بيقولوا هاي استيراد خاص، وبيرجعوا بحطوها بالسوق المحلي وبيبيعوها. وشرحنا للدوله اللبنانيه انه هيدي هو الجماعه هدفهم الوحيد، عندهم اموال طايله بامريكا وبدهم ينقلوها على لبنان، عم بيدنوا مستوى المصلحه تبعنا وعم يجيبوا بالوقت ذاته سيارات مضروبه. كيف لازم تتم مكافحتهم؟ كيف لازم كانت تتم التصدي لهم، التصدي لاعمال مشبوهه من هذا النوع؟ يعني مثل ما حكينا قبل انه نحن في مؤسسات وشركات، هسه مؤسسات والشركات هيدي كلياتها بتخضع بتدفع ضرائب، صحيح، لضريبة دخل وتفاقة وتسجيل وضمان وموظفين. نعم. وكل هيدي. هل لما بتكون صاحب شركة أو صاحب مؤسسة مسجلة بالدولة اللبنانية
ضريبة الدخل كل سنة بتجي بتدرس ملفاتنا، يعني اليوم نحن إذا عنا 10 مليون دولار حوالات لبرا، بتجي آخر السنة بتقلنا إنه عندكم 10 مليون دولار حوالات لبرا، أعطوني مقابلهم 10 مليون دولار فواتير شراء وبوال الشحن. يعني اللي هو صاحب شركة أو مؤسسة شرعي مسجل بلبنان ما بيقدر يهرب 100 دولار من بتبييض الأموال. بس كان في هذا القطاع اللي بيدعي ايش ما بيصير في تهريب باموال بغير قطاعات يعني بس ليش بس في تهريب بالعقارات كمان في تهريب مثلا بالعقارات بيجي بيشتري ارض ب 4 مليون دولار نعم. بيعمل عقد بيرجع ببيعها ثاني يوم ب 3 مليون دولار ونص بياخذ العقد البيع وبروح على البنك بحط 3 مليون دولار ونص بالبنك وبقول لهم انه انا بعت عقارات. تم استهدافكم يعني وتم التعاطي معكم على اساس هذا الموضوع، ليش حتى انه الدول برا عم يتعاطوا معكم هيك؟ لانه عم بيضايقوا عليكم، عم بيحجبوا عنكم الفيز، ليش؟ انا بالنسبه للدول برا ما بحملهم مسؤوليه 1%. ليش؟ لانه هن اليوم عم يوصل لعندهم هالتحويل هالسيارات اللي عم تظهر عم بيدعوا انه هن تجار سيارات، وفي ناس حولوا مصاري كمان من لبنان لبرا بيقولوا انه هن تجار سيارات وما خصهم بتجارة سيارات. من الاساس كان لازم هون بالمصارف انه يلي بيقول انا تاجر سيارات ياخذوا وراقه. يعني بدي احول مصاري لبرا، انا تاجر سيارات، ممنوع تحول مصاري لبرا غير ما يكون عندك وراق مسجله بالدوله اللبنانيه انك تاجر سيارات، وعم بتحول كمان لشركه برا بتتعاطى السيارات، يعني ما تحول كمان لشخص معين يعني لينضبط. بس كمان ما بنلاقي في حجم، هلا اخذوا اجراءات في حجم معين يعني نعم. كمان قديش يعني قديش الواحد بيقدر يبيض اموال بالسيارات؟ يعني السيارات بيقدر كثير، لانه كل شخص بيقدر يجيب 200 عربيه، ال 200 عربيه خلي العربيه حقها 10,000 دولار برا، قديش صار المبلغ؟ هذا مواطن واحد بيشحن على اسمه واسم قرايبه واسم كل اللي بيعرفهم وبيجيب السيارات وبحطهم بالاماكن العامه. في مواطن يجيب من دون ما يكون عنده معرض انه ما يكون عنده شركة؟ طلبنا نحن ما عندنا حمايه، نحن ما حميتنا الدوله. نحن بالنسبه لتبييض الاموال هن شغلتهم، هن اللي بيحكموا، هن اللي بيقولوا مين اللي بيض مين ما بيض. بس نحن المطلبنا الوحيد انه هي الدوله اللبنانيه كنحن تجار قديمين بالبلد انه تشهر بسمعتنا، يعني حتى يعني اللي بيفوت بيشتري عربيه من عندنا صار بينظر لنا نظره انه نحن بنبيض اموال. هذا شيء ما بيجوز. نحن لازم يلي كلياتنا بتندرس ملفاتنا اخر السنه وضريبة الدخل بتدرسها وعارفة انه ما عندنا غلط بحساباتنا، لازم يعطوا علم باسمائنا للسفارة الامريكية حتى تسهلنا فيازنا لانه وقفتنا فيازنا. بأي حجة بعض المصارف وعدد كبير من المصارف يعني بأي ذريعة وبأي حجة وقفت حساباتكم وبأي حجة قالت انه ما بقى بدنا نتعامل معكم؟ يعني هل انطلقت من فكرة عامة او من حالات خاصة؟ من خوف على مصرفها. كيف يعني؟ يعني هي في عندها تحويل منا مراقبه مزبوط، من خوف على مصرفها مثل عم تعمل فافور للمراسل بامريكا انه انا شحطتهم كلهم هاو تجار السيارات بالوقت اللي هي بدها تغطي عمليات يعني اللي صايره عندها بالبنوك. طلعنا نحن كبش محرقه لتغطيه امور اخرى لانه في ملف كثير خطير بموضوع المصرف وموضوع تبييض الاموال، وحتى اكثر ما حدا يمكن بيدخل جهات حزبيه فيه هو مش صحيح لانه في مستثمرين محددين بالقطاع المصرفي هن اللي عم بيشتغلوا بالمال بقلب المصارف مع بعضهم بهيدي الطريقه، ويمكن رح يكون في شرح مطول لهم. بس هن يعني انه حطوك ستار انه هن اخذوا اجراءات نحن لبسونا الثوب وحطونا ستار وهن عم بينفذوا خلصوا اللي نفذوه. اليوم هن عم بيعملوا مبرر، عم يعطوا مبررات انه نحن تجار السيارات سكرنا لهم حساباتهم. طب لما هالتجار السيارات كانوا عم ببيضوا اموال بالنقابه نحن عندنا كليتنا ما في تاجر واحد ندعى على التحقيق؟ عم نحكي بشيء اسمه تبييض اموال، يعني عم نحكي بشيء اسمه تبييض اموال. في اي توضيح؟ ما في تاجر بعثوا وراه على التحقيق، ما في واحد على نوله اسمه. نحن اذا في تجار سيارات ببيضوا اموال خلي يحط طلعوا لهم اسمهم بالاعلان اذا في مشبوهين يحكموا، بس تثبت عليهم التهمه طلعوا لهم اسمائهم حتى يبرقوا الباقيين، حتى الباقيين يعني ترجع تبيض صفحتهم بالسفارات وبالبنوك. يعني بيجي بنك تتعاملي معه تاجر بيتعامل معه له 10 سنين او 15 سنه بتلفن له بيقول له استاذ تعال سكر حسابك، بيتسأل عندي شي تشيك بلا رصيد بيقول له لا لانك تاجر سيارات. هل صار وقتها صار يعني في تحقيق بالخارج بموضوع البنك اللبناني الكندي وبعض يعني بالقطاع المصرفي؟ هل انتم كنتوا يعني مثل تبرير اعطي للمسؤولين اللي عم بيحققوا؟ يعني هل كنتوا تبرير لهم انه نحن عندنا قطاع السيارات غير منضبط ورح نوقف حساباته ولا شو؟ هن حطونا نحن الحجه الوحيده، نحن والصيارفه
حطونا الحجة الوحيدة وحطونا بالواجهة. بالوقت اللي أنا بتلقى يوميا فوق 50 اتصال من تجار السيارات إنه يا نقيب نحن ندق بكرامتنا يا رقيب عم يتشهر فينا نحن بالسوق والتجاري، إنه أنت ولو طلع حكي كلمة إنه نحن ما في عنا حدا ببيض أموال، وإذا في عنا حدا ببيض أموال هلأ ضبط الموضوع الصيرفة بالبلد على علمك؟ انه تشددوا اللي كان لازم يتشددوا قبل، اللي كنا نحن عم نطالب فيه من سنتين بلشوا ينفذوه من شهر. نحن لما كنا نقول انه ما حدا يحول لبرا الا صاحب شركه او مؤسسه بتدرسوا ضريبه الدخل، هلا بلشوا ينفذوه. بس من بعد شو نفذوه؟ من بعد ما دقوا بكرامات الناس ومن بعد ما تلفنوا للعالم ويقولوا انت تجي سيارات عساكر اكيد ما تم التحقيق مع حدا من أبداً الاشخاص أبداً اللي أي تم ولا اي تاجر اقفال حساباتهم يعني ابدا. طيب هون ما في يلجا لمصرف لبنان اي متضرر او يلجا للجهات المختصه؟ انا صار معي اجتماع صغير مع اللجنه من مصرف لبنان نعم وشرحت لهم الوضع وعلى اساس انه بنرجع نعمل اجتماع ثاني وما صار شيء. بس نحن من ناشد حاكم مصرف لبنان استاذ رياض سلامي بنقول له انه قدر الامكان يبيض لنا صفحتنا، واذا في عندنا ناس مبيضين اموال انه ينعلنوا ويتحاكموا، هي اهم شغله، لانه السفاره الامريكانيه لازم ترجع يتبيض صفحه التجار فيها، وقفوا لهم فيزهم، خربوا لهم بيوتهم، في عالم اخذين مين اعطاهم اللائحه؟ مين يعني مين اللي وضع لائحه باسماء بعض اصحاب المعارض اللي اعطاها للسفاره الامريكيه؟ المراسلين بامريكا اشتبهوا بعمليات تحويل بيدعوا انه هن تجار سيارات. اليوم الدولة الأمريكية بتقلك إذا هن منهم تجار سيارات نعم خلي دولتهم تضبطهم وما تخليهم يدعوا ما تخليهم يدعوا منهم تجار سيارات، هودي الدخلاء على المصلحة، ما عندهم هول المرتزقة ما عندهم يعني عمل شرعي بتجار ما عندهم سيارات. عمل شرعي أبدا، ما يشوفوا نمو الاستيراد، نمو الاستيراد ضعف مرتين من السنين اللي طيب كيف بيقدروا يدخلوا على يعني على الجمارك؟ كيف بيقدروا يدخلوا اعداد كبيره اذا هن ما عندهم مستندات وقيود انه عندهم هن شركات ومعارض قادرين انه كيف بيقدروا يدخلوا هالاعداد؟ ست قاعده نحن اذا وصلنا بضاعه على المرفأ وناسين نجدد براءه ذمه الضمان توقف بضاعتنا على المرفأ لحين انه نتمم بس براءه ذمه ضمان، هن بيقدروا يفوتوا من دون، لانه نحن اصحاب شركات ومؤسسات شرعيين، يعني نحن الشرعيين عم نتحاسب ونتقصص على اقل ورقه ناقصه بملفاتنا، وهن في طب هن بفلتون هن بيقولوا نحن مستوردين لشو؟ هن بيقولوا نحن مستوردين استيراد خاص، هي سيارتنا الخاصه جايبينها على لبنان بدنا نسجلها بالنافع وبدنا نستعملها. بيقدروا هالقد يدخلوا اعداد كبيره عم تقول بال200 سياره؟ بفوت له بفوت على اسم العائله كلها تبعيته، بفوت على اسم الجيران وبفوت على اسم اصحابه، ولو في زلمه ما بيعرف 200 اسم بلبنان هو شو بيكون عم يعمل فعليا؟ بيكون هالعالم اللي عنده مصاري بامريكا يعني شغل بالاسود صعب بامريكا ضبط هالموضوع؟ لا بدها ما كثير سهل، اجتمعنا بدائره الجمارك وقلنا لهم يا جماعه اذا بتسمحوا هالانسان مثل ما بيصرح ضبطوا، لما بيجي بيقدم بيان الجمركي وبيصرح انه اهدي استيراد خاص سيارتي الخاصه ما بدها شيء، ملاحظه صغيره على شهاده الجمرك لا تسجل الا على اسمه الخاص في مصلحه تسجيل السيارات. اليوم لما صار بده ياخذها ويروح يدفع عليها 2000 دولار تسجيل بالمصلحه بالنافعه بطل له مصلحه يجيبها ويتاجر فيها. ايه بصير ما بيقعد يقدر صار عنده يعني صار عنده تكاليف كثير، يعني صار اذا عطاه اللي عطاه المصاري برا لينقلها على بيروت اذا عطاه 10% هال 10% او 15% راحوا بالتسجيل، يعني بطل له مصلحه يشتغلها. ما هالجمله هيدي ما الجمرك بعد لتاريخ اليوم انه الاستيراد الخاص يعني اليوم نحن اذا عندنا الاف ارقام ماليه مع انعطاط لاستيراد الخاص كل واحد بيعطوه رقم مالي بس فوت سياره خاصه، يعني اذا عندنا 10000 من ال 10000 في شيء 10 عربيات مسجلين بالنافعه يعني في شيء 10 صادقين من ال 10000 وهو كليتهم عم بيجيبوا اموال يلي مجمعينها اللبنانيه او غير اللبنانيه بالخارج. على كل حال هلا شو بتناشد من البرنامج وكيف الحلول اللي بدها تصير وهل حدا وعدكم بايجاد بعض الحلول وتنظيم هذا القطاع؟ يعني نحن اجتماعنا مع المدير العام السيد شفيق مرعي كثير كان متجاوب معنا، وعدنا بعده حلول، ومدير الاقليم السيد طلال عتاني كمان وعدنا بعده حلول وكانوا كثير متجاوبين معنا، بس الناطرين عم بيقولوا انه ليصير في حكومه ووزاره ليقدروا يساعدونا على مطالبنا. وبالنسبه في موضوع ثاني كثير خطير، قطاع المصرفي مفروض هن يحترموا حالهم وما يتلفنوا ولا لاي تاجر يقولوا له انت لانك تاجر سيارات ما بدنا نسكر لك حسابك، وشوفوا هن شو عمايلهم بالبنوك وشو تصرفاتهم بالبنوك وما مسحوا بتاجر السيارات. شو وعدكم بمصرف لبنان بهذا الاطار؟ بعد ما 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 عاد صار اجتماع تاني، يعني كان اجتماع سطحي. طيب ان شاء الله بيكون وصل الصوت من خلال برنامج الفساد. بس عندنا مشكله واحده صغيره بس بعد بسرعة لو عم بيقولوا انه في استيراد بده يصير بدل 8 سنين بده يعملوه 4 سنين للسلامه العامه. هيدا موضوع يعني اذا بنقدر بعدين نحكي فيه لانه طويل،
هن بيفكروا بالسلام العامة انه اذا السيارة عمرها 4 سنين هي للسلام العامة، يتركوا حرية الاختيار للمواطن لانه المواطن بفضل الالماني. لبعدين. أوكي. على كل حال نحن يعني مثل ما دائما بتحبوا توصلوا الشكوى من خلال البرنامج، نحن عم نوصل الصوت، واكيد ما لازم يكون في هيك تعميم بالموضوع، لانه مثل ما قلت يمكن في عدة وسائل لتبييض الاموال ومش ضروري تكون حصرا. نعم، بس قطاع بدخل 6 مليون دولار يوميا على الخزينة الدولة، يعني اقل شيء الدولة تحمينا. اكيد هو يعني قطاع مربح للدولة. نحن من بعد 30 سنة عم ندفع رسوم باهظة للدولة، انه الدولة اقل شيء تحمينا وتحمي هالقطاع وما تقبل بالتشهير بسمعتنا. شكرا لك، فاصل اعلاني ومنتابع معكم الحلقة.